استعرض معاكم القوائم المنتخبات الاعلى من حيث القيمه التسويقيه ونشوف اكيد برضو بيبقى بتعكس حاجه بتدي عنصر تفوق يحسسك انه السكواد بالتاكيد كامل عدد. فتعالوا نشوف كده اعلى القوائم التسويقيه للمنتخبات اللي بتشارك في اليورو 24. هنتكلم طبعا على منتخبات كبيره جدا وده بقى اكيد مرتبط بالدوريات برضو يعني يعني الدوريات الخمسه الكبرى بالتاكيد منتخباتها لازم تكون موجوده. يعني انا اتوقع من قبل مش عارف اكيد انجلترا هتطلع رقم واحد لان صحيح. انجلترا يعني انجلترا على مستوى الرقم واحد كمنتخب ولا رقم واحد في القيمه السوقيه طبعا لان هي امتلاكها لاعبين. طب لا معلش هنبدا باغلى اللاعبين في البطوله. شايف اول اسمين منورين ازاي؟ جود بلينجهام طبعا. جود بلينجهام ده انا قلت عليه والله يا بلال من زمان اكتر من سنتين قبل اول ظهور لينا من اكتر من سنتين وانت بتتكلم عن جود بلينجهام دي حقيقه. جود بلينجهام طبعا كيليان امبابي الاسماء الكبيره طبعا رودري تقريبا في اسبانيا طبعا لياو طبعا رافائيل لياو نجم الميلان والبرتغال يعني انا اعتقد ان سيمونز لاعب ايطاليا كفاراتسخيليا طبعا نجم نابولي باريلا ايطاليا برضو غفارديول كرواتيا والسيتي طبعا سوبوسلاي نجم ليفربول السنه دي بالظبط هويلاند النرويجي النرويج ودوكو طبعا لاعب بلجيكا والسيتي دول اغلى اللاعبين اللي بيشاركوا في دي النسب اللي هي المحطوطه بالنسبه للتسويق المادي. ما فيش يمكن غير انجلترا اللي عندها اثنين لاعبين بس الاعلى من حيث القيمه طيب لا هي انجلترا لاعب واحد جود بلينجهام بس. احنا لو قلنا اللعيبه ديت لو فرضناها كده كل لعيب هيروح دوله لوحده طيب. هل هيبقى ثقل للفريق بتاعه؟ يعني هو في نادي زي الفل عشان معاه تسعة لعيبه شداد جامدين برضه هتلاقي اجرهم او تلاقي القيمه التسويقيه بتاعتهم عاليه. هل ده هيبقى ليه ترجمه فعلا فعليه مع منتخب بلاده ولا مش هيبقى اضافه؟ خد بالك برضه بتفرق كابتن عماد يعني محدش يختلف على قيمه لاعب زي ايرلينج هولاند مثلا تمام. لكنه في النرويج ايد لوحدها ما تسقفش زلاتان مثلا لكن مع السويد بالظبط كده شيرتشينكو مع اوكرانيا جورج ويا مع ليبيريا بتقلل ساعات لكن جود بلينجهام معاه في انجلترا سكواد يعني يكسر بيه الدنيا مثلا امبابي في فرنسا معاه سكواد يكسر بيه ما هي بقى تلاقي في دول معاها اثنين ثلاثه لعيبه من انديه جامده اسعارها يمكن مصنفه ثلاثه او اربعه عالميا لكن لما نشوف ترجمته بقى في الملعب مش هينتج لان زي ما بنشوف صلاح محمد صلاح معانا في مصر ايوه هو صلاح بيلعب معاه تسعه لعيبه هم كده لو زي الفل والله لو جابهم هنا والله زي الفل طبعا 10 على 10 والله زي الفل تمام ما فيش كلام بس احنا بنقول مقارنه سريعه يعني اللعيب لوحده ما ينفعش لازم يبقى فيه مسانده ولازم يبقى المدير الفني عارف مين اللي كسر القاعده بقى دي الوحيد اللي كسر القاعده ليونيل ميسي في كاس العالم خد كاس العالم